زيارة التي قام بها سيمون سكيرا لإقليم وزازات باستدعاء من مكتب من المجلس الإقليمي للسياحة. هذه الزيارة من أجل التعرف على المؤهلات التي يزخر بها الإقليم وزازات التي هي غنية ومتنوعة، خاصة أن الإقليم وزازات يعرف نهضة اقتصادية تحت إدارة ترابية للسلطة الإقليمية، وهناك برنامج التنمية الجهوية الذي يعرف كذلك مجموعة من البرنامج طموح لتحويل وجهة وزازات من سياحة العبور إلى سياحة الإقامة، وبالتنسيق مع تحت إشراف السلطات الإقليمية وبالتنسيق مع الشركة المغربية للهندسة السياحية كذلك ومجموعة من القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة من أجل إعطاء وزازات رونق جديد وجعلها وجهة سياحة المستدامة وسياحة الإقامة الممتازة. والدور الطلائعي للنعش والتسويق الترابي لإقليم وزازات من طرف المجلس الإقليمي للسياحة، عمل المجلس الإقليمي للسياحة على استدعاء السيد سيمون سكيرا ورئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية، والذي يعمل جاهدا من أجل تشجيع الروابط بين البلدين، ولما لا إمكانية التسويق الترابي لمغرب قاطبة وكذلك إقليم وزازات لدى السوق الإسرائيلية، والتي ستعرف تتطور مستقبلا إن شاء الله. وبنفس المناسبة تم توقيع اتفاقية بين المجلس الإقليمي للسياحة وبين الجمعية التي رأسها السيد سيمون سكيرا، وهذه الاتفاقية تعمل على التسويق الترابي لإقليم وزازات لدى السوق الإسرائيلية وإمكانية تشجيع السياحة الإسرائيلية لإمكانية زيارة إقليم وزازات. أجوجل فاطمة، عضوة بالمجلس الإقليمي للسياحة ورئيسة الكوميسيون دو بروموسيون دو كومونيكاسيون، حاولنا نديروا إشهار لمنطقة ورزازات في جميع الدول، واشتغل لنا زيارة ديال السيد سكيرا حايم سيمون اللي هو رئيس الجمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية، باش درنا معاه واحد الكونفونسيون، وأيضا أنه ورينا له المناطق ديالنا وما تزغر به من قصبات وواحات وقصور. وفي المقابل كي درنا زيارة اون باراليل، حاولنا باش نوريو لهم حتى المعابد ديالهم والقبور ديالهم والاماكن ديال الزيارة ديالهم القديمة، وفعلا هذا وصلنا باش يفرح السيد سيمون بما شاهده، وخاصة انه لم يكن يعرف بوجود كل هذه المعابد، والحمد لله توصلنا باش نسنيو لا كونفونسيون، وان شاء الله غادي يكون عندنا الحظوظ باش يكون حتى حنا عندنا من دوك 300 الف سائح إسرائيلي، بعضهم اللي غايجيو المنطقة ديالنا ويزوروها وربما يجيبوا وحدين اخرين. Bonjour, je suis Simon Skira, président fondateur de l'association d'amitié Israël-Maroc en 1995, et depuis j'ai milité pour les relations entre les deux pays. Alhamdulillah, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné les ordres pour cette convention, cette paix entre Israël et le Maroc, et donc nous devons agir en fonction et ne pas laisser les opportunités passer. Et donc nous nous sommes rencontrés avec le Conseil provincial du tourisme à Ouarzazate et nous avons décidé de signer un partenariat entre les deux associations.